حيث استقبل الرئيس السيسي الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وده في مستهل الزيارة لمصر هتستمر لثلاث أيام، واصطحب فيها الرئيس السيسي نظيره الموريتاني لقصر الاتحادية، وأقيمت ليه مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. وكمان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إنه الرئيسين عقدا مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمن وفدي البلدين، وثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته أيضا من روابط تاريخية ممتدة ما بين البلدين الشقيقين. وأضاف كمان أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت تطور أيضا كبير في العلاقات على الأصعدة كافة بما فيها أيضا الشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وكمان في علاقات اقتصادية متزايدة ومتنامية. وكان في كمان تصريحات إيجابية النهاردة خاصة فيما يتعلق بسد النهضة وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم. وكمان تم الإعلان عن توافق للرؤى ما بين البلدين في قضايا ملفات الإقليم منها ليبيا وسوريا وغيرها من مناطق والسودان وغيرها من مناطق الصراع والنزاع. تعالوا نشوف أيضا جزء من تصريحات الرئيسين في المؤتمر الصحفي اليوم. تفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بشقيقي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بلده الثاني مصر، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين. لقد أجريت اليوم مع الرئيس الغزواني مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا، ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها. وفي هذا السياق اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن صورة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية خلال هذا العام، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب آخر، تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، حيث توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية. وبحثنا أيضاً آخر التطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة. تشاورنا كذلك بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وأكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية
ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين. ومن هذا المنبر فإننا نحث جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها. من ناحية أخرى تناولنا ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل، حيث أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشددنا على أهمية حث أثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشأن، مع استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا العريقة. فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين ويلبي تطلعاتهما، متمنيا للشعب الموريتاني كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا لكم. شكرا فخامة الرئيس. أشكركم سيد الرئيس على دعوتي الكريمة التي مكنتوني من خلالها أن أكون اليوم معكم في أرض مصر، في أرض الكنانة، وأهنئكم وأهنئ الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأننا نعتبر أن كل ما أنجزت مصر هو لنا جميعا، فقوة مصر هي قوة الأمة. وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن. مصر نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا، في وجداننا كعرب وفي وجدان الموريتانيين بصفة خاصة لمصر، مكانتها في وجداننا، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتئت تلعبه وما زالت تلعبه، ونتمنى أن تبقى دائما تلعبه في القضايا الكبرى أمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية. ليس عندي ما سأضيفه كثيرا على ما تطرق إليه أخي فخامة الرئيس، أعطينا الوقت الكافي فخامة الرئيس وأنا للتعاطي في كل ما يهمنا في القضايا المطروحة في منطقتنا العربية وفي منطقتنا الإفريقية. وكما تفضل فخامة الرئيس تطرقنا
على مواضيع مهمة مثل الوضع في ليبيا والوضع في السودان، وتطرقنا على مواضيع أخرى إلى مواضيع أخرى مهمة، منها مياه النيل، ومنها حق مصر في مياه النيل، وتطرقنا على صبر مصر والصبر الذي تتحلى به القيادة المصرية لحكمتها في التعاطي في هذا الموضوع المهم جدا. تطرقنا على الوضع في السودان، ونتمنى أن يكون الخطر يكون أن نكون تجاوزنا المحطة الصعبة في السودان، وأن يكون ما أمام وأن يكون القادم أحسن، وأن يستطيع إخوتنا في السودان التغلب على الوضعية القائمة، وعموما نحن سعداء بوجودنا اليوم في مصر. وجه أخي فخامة الرئيس بالتعاطي بإيجابية حول المواضيع التي تم تناولها فيما يخص التعاون بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين، وقد تفضل فخامته بإعطاء توجيهاته السامية في هذا الإطار، ونأمل ومتأكدون مسبقا بأن النتائج سوف تكون كما نريدها جميعا، وتكون لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين إن شاء الله. شكرا فخامة الرئيس. يعني زيارة مهمة وطيبة أيضا لأرض مصر، وهتستمر اليومين. هنتابع طبعا مع حضراتكم تفاصيلها، وكمان هنكون معاكم لرصد أهم ما جاء في هذه الزيارة من محطات مختلفة.